هالمرة الأصفر ولا الأحمر؟ أكيد الأصفر. الأصفر. تسقط الأقنعة ولو بعد حين. كان يصفه الطبال واتهمه بشتى الاتهامات، وصلت حتى تقديم شكوى لمجلس الأمناء السابق يتهمه فيها بالسرقة واختلاس الأموال. وطبعاً كان ذلك في فترة صراعهما على المنصب. اليوم أصبحا متحالفين وفرحين بما وصلا إليه بعد إعفاء من منصب إدارة الرياضية، ولمصالح مشتركة اتفقا على طمطمة كل ملفات الفساد التي ستفتح عاجلاً أم آجلاً. وتكملة المشوار أنت تعرفه بعد، سأذكر في يوم من الأيام وأكشف ملفات الفساد. نعم. تفضل اكشف ملفات الفساد أستاذ حسن. يعني بداية البرنامج وثنايا الحديث قلت أني لا أفضل حقيقة يعني العودة واشترار الماضي. صفحة القناة الرياضية ما يعتبر ماضي، هذا فساد. شوف يعني ما أعتقد اليوم أكو مؤسسة حكومية تخلو من الفساد. يعني أكاد أجزم بأنه لا توجد مؤسسة حكومية تخلو من الفساد. محاربة الفساد والوصول إلى ملفات الفساد ما أعتقد أصبح أمر صعب. يعني بماذا تتعلق؟ بأي مفصل ملفات الفساد؟ وين الفساد؟ كثير من المفاصل يعني، أو كثير من التفاصيل حتى البسيطة. هنا المقصود العراقية الرياضية لو شبكة الإعلام؟ لا أنا هنا أتحدث بشكل عام يعني، بشكل عام. بس حتى أكون صريح يعني هذا كان موضوع أحد المواضيع ردات الفعل اللي يعني انتابتني بعد موضوع إقصائي من القناة الرياضية دون وجه حق. وكان أحد المشاركين في هذا الإقصاء أو المتآمرين في هذا الإقصاء هو المدير السابق للقناة الرياضية. أي نعم. الأستاذ حريم سلمان. أي نعم. كان أحد العناصر الأساسية اللي لعبت دور كبير في إعفائك من المنصب. اي نعم نعم. شنو المستفاد؟ هو ما رجع للمنصب. اسباب كثيره كانت تقف خلف ذلك، ولعل النجاح اللي حالفنا بعد ان تولينا القناه جعل يعني يتحالف مع احد الأدى اعدائه اللي كان يعني يطالب باقصائه من منصبه واحالته الى المحاسبه، اللي هو المدير الحالي حيدر شكو. اللي نعم. فوصل بهم العداء إلى أن يعني راح اشتكى المدير الحالي على المدير الأسبق في مجلس الأمناء، واتهمه بالكثير من تهم الفساد المالي وغيرها. الغريب أنهم متحالفوا أثناء اتفق الخصمان أثناء فترة تولي لإدارة ومهمة القناة الرياضية. من الطبال بهاي نعم يعني المدير الحالي طبال كان يتهم المدير الأسبق بأنه طبال لأنه خريج معهد فنون جميلة قسم موسيقى. فأنت اجتزأتها. كان هو يصفه في منشوراته. فراح اتفق مع الطبال في سبيل إقصاء. منشوراته كان يعني علنا وبشكل صريح وجلي يتهمه ويسميه بهذا الاسم. فيعني كانت أحدى ردات الفعل اللي انتابتني بعد، لأنه شاهدتهم وأنا أتسلم كتاب إعفائي التقى سوية ودخل إلى مبنى ودار القناة الرياضية فرحين ومهلهلين بقرار إعفائي وإقصائي من عجيب. أي نعم. منين تولدت هذه الخصومة؟ النجاح. أنت كنت مقدم برامج بزمن حليم سلمان. نعم. صح؟ نعم. كان أكو خلاف فتشي؟ كانت هناك بعض الخلافات اللي يعني تحدث وخلافات مهنية. ما تصل لهذه المرحلة؟ يعني التقاء المصالح.